يلا تفضلي ابدأ. أوكي، السلام عليكم جميعا. عليكم اليوم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم حيكون يعني المفروض خلاص ما نقدر نستنى، لأنه اليوم حبيت إني أعمل مثل أكتيفيتي مع الجميع عشان مراجعة للحصة الماضية وتطبيقها لكل ما أخذنا بهذه الدورة لحد الآن. فكنت حابة أسأل إذا ممكن نبدأ الأكتيفيتي هلأ ولا نستنى كمان شوي، لأنه إذا بدأناها ما حقدر أدخل ناس. لا جاست الآن 5 و12 دقيقة، انتظرنا بما فيه الكفاية، المفروض يلتزموا في الوقت. تفضلي. طيب خلاص يبقى صحيح، تمام. هلأ مين ما حضر معنا الحصة الماضية ممكن يرفع إيده عشان أشوف مين ما حضر معنا الحصة الماضية. طيب بس ورد اللي ما حضرت. تمام، طيب تمام اوكي، يعني بس بثلاث اشخاص اللي ما حضروا المرة الماضية. تمام ممتاز. هلا انا راح احطكم في مجموعات. حطيت اوريدي المجموعات انا عندي بالبيت. حيكون عامل اكتيفيتي صغير اللي هو انا بدي تعملوا نقاش، كل شخصين مع بعض يعملوا نقاش معين على أي شيء بدكم إياه، على القليل يكون دقيقة. أي شيء أخذناه من هاي الدورات تستخدموا المفردات اللي أخذناها بالبداية، اللي هو مثلا عن الطقس، عن كيف نعرف عن نفسنا، كيف نعمل جملة تامة اللي هو كجملة استفهامية ولا جملة تعجبية أو أي شيء بيخطر على بالكم تحكوه، وتحاولوا تعملوه بنفسكم بكل المفردات اللي ماخذينها بالحصة. وراح أبعت لكم رابط لديكسيونير لاغوس اللي هو من أشهر الديكسيونير، يعني من أشهر القواميس عندنا بفرنسا، عشان تقدروا تبحثوا عن الكلمات اللي ما أخذتوها وحابين تعرفوا معانيها عشان تقدروا تحطوها بالنص. فيكم تستخدموا كل الأشياء اللي أخذناها بالحصة، أنا هذا اللي بدي أركز عليه، ركزوا على كل ما أخذناه اللي هو ممكن يكون الطقس، ممكن يكون تعبير عن النفس، ممكن عن التاريخ، ممكن عن قصص صغيرة، ممكن لازم تنتبهوا على اليزون لأنه راح نقرأها بصوت عالي، فمهم جدا قراءة الكتابة وإلى آخره. فهمنا الأكتيفيتي بتاعت اليوم؟ طيب تمام. فهلا راح احطكم كل اثنين ببريك اوت روم على اساس انه تشتغلوا سوا. راح اعطيكم حوالين ربع ساعة وبعدين كلنا بنرجع هون ونقرا ونصحح ونتعلم من بعض، تمام؟ المهمة والهدف من هذا التمرين هو انكم تشتغلوا مع بعض، تستفيدوا من بعض، تحاولوا تبحثوا وتحاولوا انكم ترجعوا تحطوا كل اللي تعلمتوه واللي فهمتوه بهاي التمرين البسيط، تمام؟ عشان نقدر المرة القادمة ننتقل لأشياء جديدة إن شاء الله. فخليني بس أبدأ أعملكم الغرف. في حدا عنده أي سؤال قبل ما نروح؟ لا شكرا معلمة. أستاذ جمال عندك سؤال؟ تفضل. حضرتك هنعمل ديالوج مع بعض وبعدين نقول الديالوج ده على الجروب كله يعني؟ نعم، يعني احنا هنعمل ديالوج او كأنه ديالوج يعني تجيزر مع كل جروب بعدين نقول الديالوج ده على الجروب؟ ايوه هنرجع كلنا سوا. يعني انتوا اول ما تخلصوا الديالوج سوا وتكونوا متدربين عليه وتقرؤوه بصوت عالي مع بعض، انا راح اعطيكم ربع ساعة وبعدين ارجع الجميع على هاي الصالة، يعني كلنا حنكون مع بعض عشان نستمع لكل ديالوج، تمام؟ تمام. ورد في أي سؤال؟ ورد؟ هلأ الديالوج تبعنا إيش حيكون؟ عن إيش يعني؟ مثل ما قلت اختاري اللي بدك إياه من اللي أخذناه بالحصص الماضية،
أو إنكم تخترعوا إشي مثلا عن اليوم صار معكم، أو عن أي موضوع، بس المهم إنكم تقدروا تستخدموا الأشياء اللي أخذناها، أو تبحثوا بالقاموس اللي راح أبعث لكم إياه عن كلمات جديدة عشان تقدروا تستخدموها. طيب شكرا. هل تم وضعهم في البريك اوت رومز يا مس ملاك؟ يلا لا ضايل لسه اخر غرفتين. طيب تمام. طيب المفروض هلأ إنه الكل يقبل ويدخل على الغرف بتاعته. روم 3 ما فيش إلا أحمد مبين، لأنه في واحد مكتوب not joined، فإذا بتقول لحاله لا مش لحال، المفروض أحمد معه بس not joined مكتوب، لازم يوافق، معناته نعم لازم يوافق ينضم على الغرفة. فيعني أحمد لازم وباسو وبعاسو أو هيك إشي اسمه. محمد حطيته أنا مع شو اسمه مع بالليل هو، بس محمد اللي لسه ما عمل جون، أحمد عمل جون. محمد لو تقبل بس وتوافق عليها عشان تدخل تبدأ تشتغل مع أحمد، مع محمد. طلع أحمد حتى ما ضلش حدا في روم 3. طيب خليني يبقى أوديه وديه مع غرفة ثانية. لا 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 اقعد هون اقعد هون.
أسمع ليش طلعتي في مشكلة؟ تمام. سنة ضلت لحالها لأنها راحت. برضو سنة بعثيها روم 5 لأنه برضو محمد في 5 لسه not joined. لأنه خايفة ترجع أسمى. خليني بس أنقلها. روم 3 3 روم 7 ممكن تقيمي واحدة من 7 وتبعثيها على روم، أو ممكن أحطها بروم 4 أربعة. قسميها. هاي رجعت أسمع مثل ما قلت، فما بعرف حين أشوف. طيب في ناس في روم 5 فيها 2 بس، أو ممكن ترجعي روم 3 تحطيها أسماء بروم 3 وجيبي لها حدا من اللي فيهم 3 من روم 4، عبير مثلا أو سناء. بس هاي كمان رجعت طلعت، ما بعرف يمكن عندها مشكلة بالنت. ممكن هاي فتح الله كمان أجا أسماء. أسماء أرجع بعدها بتدخل، شكله عندها مشكلة في النت. من حنين افتحي لهم روم 3. هيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ فتح الله. الحمد لله. حاطين على 9 المحاضرة. بالغلط أنا نشرت، لقيته مبرمج على 9 بالغلط من السحر حاطته، فأنا عملت كوبي بيست بس كتبنا بعثنا إنه الآن القاعة مفتوحة إن شاء الله وقت المسجد ولما رمرت طلع منها منكم إن شاء الله. يعني كنت على 9 هسه انتبهت صدفة يعني. طيب يلا ما رح ششي عليك، هاي مس ملك قسمتكم كل 2 أو 3 في بريك أوت رومز في غرف، وطلبت منكم أي إشي أخدتوه تعلمتوه تعملوا له براكتس في داخل الغرفة أي شيء. الدورة لحد الآن إن شاء الله. هي مس ملك فوق فتح الله. أيوه بعثتي خلاص. طيب تمام، بس بدل أحمد محمد ما بعرف شو المشكلة معه، جوز مش عارف شو يعمل، يمكن بس إنه حتى ما عم يعمل أون ميوت. ف طيب أنا هلأ بس رح أروح بس أعمل تشيك على كل مجموعة أشوف وين وصلوا عندهم مشاكل أو أي شغلة وبرجع. طيب ماشي، وأنا بستقبل هون في القاعة. طيب تمام. مع السلامة.
أستاذ محمد أستاذ محمد إذا سامعني افتح المايك. أستاذ محمد إذا سامعني افتح المايك. Open the mic. Open the mic مستر محمد. يا أستاذ محمد عندك مشكلة اكتب بالشات إذا عندك مشكلة. الكل في القاعات اللي حضرتك لازم لما يجيك مسج إنك تنضم للبريك أوت رومز توافق كلهم هناك.
كل اثنين او ثلاث في غرفة. اذا مش عارف تحكي اكتب لي على الشات هون. أهلا أستاذ عبد المنعم.
ويلكم باك، الحمد لله على السلامة. Thank you so much. Bienvenue une autre fois. Thank you. كيف كانت رحلتكم؟ ممتعة جدا. تمام كويسة. الحمد لله. تمام. يا أستاذة ملك. مين هلأ مستعد أول مجموعة خلصت؟ لأني بعرف إنه في بعضكم لسه ما خلص عشان الوقت قصير، ولكن أول مجموعة خلصت ممكن تبدأ. سناء مجموعتك جاهزة؟ مادموازيل ملك لازم ناخذ إذنهم قبل أعتقد. طبعاً. مين مع سناء كان؟ يمنى وعبير. يمنى وعبير جاهزين؟ الله جاهزين إن شاء الله. عبير يلا تفضلوا. بونسوار. Bonsoir. Comment allez-vous? Je sens bien, merci. Et vous? Comment t'appelles? Je m'appelle Yomne. Je m'appelle Sané. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans. Quelle est ton nationalité? Égyptienne. Ok, بس تصحيح بسيط هلا هون. Quelle est ta nationalité? Nationalité. Kamlo. Je suis tunisienne. Je suis égyptienne. Quel est ton chiffre? عبي عديها تاني s'il te plaît. انا سالت عن الاسم صح، عن الاسم والعمر سالت دلوقتي. انا استاذ خليل. خليل توم شيبو. وي لو تون شي نو لي فوا كيري لو تون شي فو مش بون فو. خليل توم شيبو. لو تون شي نو اي فوا اي فو. نفس الشيء معناها ايه يا جماعه؟ نفس الشيء يعني اللي فوا اس. او ممكن تستخدمي كلمه جدا بسيطه بتقولي باغي. خلاص انتهيتوا؟ اوكي جدا رائع الصراحه. استاذه ملك سؤال فقط، سؤال لو سمحتي. نعم. J'ai l'honneur de vous connaître. Merci, merci. Et moi aussi. Merci. صراحة جدا ممتاز كبداية، جدا رائع. النطق اللي صححتكم عليها هي الأغلاط الوحيدة اللي عملتوها، وصراحة استخدمتوا كل الأشياء المطلوبة فممتاز، وبالوقت اللي كان موجود يعني رائع. وين مجموعتك؟ جاهزين. أظن هلأ كنت عندكم حسن وأسماء. نعم. حسن وأسماء جاهزين؟ نعم نعم. طيب يلا ابدأ. نعم. يلا ورد. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Asma. Et toi? Elward. Je te présente à mon ami El Hassan. Bonsoir El Hassan. Bonsoir. Ravi de te connaître. C'est la fin du dialogue. On n'a pas pu terminer. Oui. OK. Déjà, je vais vous dire que c'est vraiment parfait. أسماء شفتي أنت جدا عملتي رائع، من ناحية نطق ومن ناحية مفردات ومن ناحية رد، ويعني
عملك مع المجموعة بما أنك إجيتي متأخر. فعن جد يعني أحييكم على شغلكم، لأني بعرف أنه أسماء تأخرت عليكم واضطريتوا تعيدوا وتغيروا، فجدا نعم. رائع، برافو عليكم. شكرا لك أستاذ. عفوا. أيوة ما خلصنا، عاد كان في أسئلة بس ما خلصنا معاهم. المهم أنه كبداية جدا رائع. المرة القادمة إذا عملنا مثل هيك أشياء إن شاء الله لازم الجميع يكون على الوقت عشان تقدروا يكون عندكم وقت أكثر تقدروا تكملوا. إن شاء الله. إن شاء الله. مين الجروب اللي بعده؟ المجموعة، في حدا جاهز؟ إحنا جاهزين. روم 1 الغرفة الأولى. طيب اللي هي روان، ومين مع روان؟ حنين ودكتورة ابتسام. طيب يلا تفضلوا ابدأوا. بونسوار. بونسوار. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hanin. Je m'appelle Docteur Ibtissam. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Roland. Ok. Ça va? Très bien. اوكي، لو بدك تسالي عن كيف حالها بتقولي كومون سافا. كومون سافا. تري بيان. تري بيان. كومون سافا حنين. تري بيان ميرسي. كومون تابا. اوكي مش تا سا. كومون سافا. تري بيان حنين. حنين، دكتور ابتسام، كلتم فتيل؟ شو يعني واه يا أستاذة ملك؟ إيه؟ اللي هو أوتي؟ إنت إيش بدك تحكي؟ يعني تضيفي على إشي؟ لا، فلانة وفلانة. دكتورة ابتسام، إيه حنين؟ كلتم فتيل دكتور ابتسام، إيه حنين؟ الفي موفيه. اوكي مش موفي، موفي بالبي. الفي موفي. ايوه حرفين مختلفين. حنين. الفو موفي. الفي فغوا. ايه اليا دوفون. مش عارفة ايش معناها. إنه اليا ديفون يعني في هواء. والفيفغوا إنه الجو بارد. فيك تقولي لها ألوغ سي ليفير، إنه الشتاء. هاي الوذر أنا ما حضرتهاش هاي المحاضرة. ما حضرتوها. طيب ما تنسوا تراجعوا الحصص الماضية. تمام، جدا رائع. بدي أسألهم على مثلا كومون موا على اليوم. كومون موا، كومون موا بدي اسالهم على اليوم، الايام والاشهر. كيلي لا دات دوجوردي، راح اكتب لكم اياها بالشات. يعني احنا حكينا كومون موا، دبرنا حالنا مثلا، صح ولا يعني غلط؟ اذا بتسالي عن كيل موا اتيل بتسالي بس عن الشهر، بس نعم. لو بدك تاريخ كامل بتقولي كيلي لا دات دوجوردي. تمام. Au revoir. Okay. Au revoir, Hanin and Dr. Ibtissam. Et Dr. Ibtissam. Au revoir. Très bien. Mine li badhom? Mine dayel azon Sara? Ou la Sara hatta azon ijat mitakhir? La, mani mitakhir maï. Fousiya? Ma, hatri? معي. صح، انتو اللي قبل. اوكي. سيلو. سلو. اعرف عن حلو اللي انت سألي. تمام، مين معنا التالتي وفينا؟ ملك. ملك معنا؟ لا، انا ما كنت معكم، انا بس مريت عليكم. مريم. لا بس خرجت، كانت معنا.
طيب تقدروا تعملوا النقاش سوا ولا ما بتقدروا من غيرها؟ بس هي اللي عطيناها الأسئلة. طب اوكي بنقدر نعرف عن حالنا يعني نحتر او استنوا او استنوا عبال يمكن ترجع، اذا رجعت بتعملوا معاها بالاخر، اذا ما رجعت بتدبروا حالكم انتوا التنتين، لانه اظن في لسه فريق واحد ما عمل. طيب فتح الله مجموعتك لسه ما عملت، جاهزين؟ مش عارف، انا دخلت شوي متاخر، بعرفش عاد انا بحكي مش مشكله. طيب انت كنت مع مين قبل شوي؟ والله عاد الاسم ما انتبهتش والاسماء الموجوده يعني حكوا لي بس نسيت. جمال جمال وسالي. سالي جمال وسالي. الو جاهزين سالي وجمال؟ نعم ايوه جاهزين. طيب يلا تفضل. بونسوار كومو تابيل؟ جمابيل جمال. عن جمابيل سالي. كومو سافا؟ سي بيان سي بيان جو في بيان. كومو سافا؟ بين. لو سألت يا فتح الله سبا ما بتقدر يا جمال تجاوب جو في بيان. لازم إذا سألك سبا بتجاوب سبا، إذا سألك كومو فاتو أو كومو سبا وقتها بتقدر تقول جو في بيان. تمام؟ لو سألك كومو سبا وقتها بتقدر تقول جو في بيان. الكونفرسيشن تري بيان انا بقول يعني كويس. فيك تقول كما سافا تري بيان ممكن، بس ما بصير انك تقول سافا ويجاوب عليك جو في بيان. اها جو زامبري زمين. الثانية نقول كلي لدي d'aujourd'hui quel est la date d'aujourd'hui يوم تبصي لما غاندي إيفا. سألتني توي لي جور لي جور ميركودي ميركودي aujourd'hui aujourd'hui mercredi mercredi. Tu es la mot. Jamal, ايش هاي الجمله ممكن تعيدها؟ اقطع صوتك. Tu es la mot la basar walu wa shahri النهارده. انا سوري. Tu es la mot. La mot décembre. 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 بقدر أقول جملة هيك يعني عن اللي سألته أنت اليوم. Aujourd'hui, c'est jeudi le 10 décembre et il fait froid. اوكي تري بيان. اللي بعده مين ضايل؟ في حدا ما عمل؟ جروب خمسة. جروب فايف. غيرهم يعني قبلهم في حدا تاني ما عمل؟
ما عمل يرفع ايده اذا مش عارف يحكي. طب خلص المجموعه خمسه اعملوا ابداوا اعملوا اللي هم فوزيه و تمام. ممكن ندبر حالنا نحكي كل واحدة عن حالها هيك اسهل. احسن من ولا شيء. يلا تفضل. اوكي سيلو سالو بوماتيا جيمو بلي فوزية جو مابل جو مابل فوزية انيت تخبيا كم الصفا تخبيا جي سوي جيروسالم بين مرسي. ايش الجملة اخر جملة اعيديها سارة؟ جي سوي فازية سوري جي سوي جيروسالم قصدك انه انت من انا من القدس. جو فيان دو جيروسالم اعيديها جو فيان جو فيان مسألتها جو فوان Jérusalem. Là, je viens de Jérusalem. Je vois enchanté Jérusalem. Okay, enchanté. OK, mas en el asila. OK, تمام. في شيء ثاني حابين نضيفه؟ لا. بس إن عادتنا إن كل شخص بيسأل وهيك. بس لأنه زميلتكم الثالثة راحت. انشانتي اولفوار فوزية. ميرسي. تمام جدا رائعين، شغل جدا رائع اليوم الصراحة. بس هو الوقت كان شوي قصير، ولكن غير هيك منيح. اللي عنده سؤال أو حابب يحكي إشي قبل ما نروح. أستاذة ملك، شو يعني ما هي جنسيتك؟ كل إيه تناسيوناليتي رح أكتبها بالشات. أي سؤال ثاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذي ملك لو سمحتي ممكن تعطينا الجدول الموضوعات كاملا إذا ما في غلبة. إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. حتى برتب اللي أخذناه كله مع بعضه يعني دفتر جاي. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أستاذة ملك معلش أغلبك سؤال، طب كم عمرك؟ وقرأي لنا بس السؤال اللي معناه ما الجنسية؟ مام تاع الجنسية كل إيه تاع ناسيوناليتي تاع العمر كل أج أتو لو عفوا استاذة مالك لو مثلا من اين انت تعيشي مثلا سؤال هدي تلخبطت شوي فيها انك من اين تعيشي اللي هو السؤال where you live yeah. يعني نفس ان من اين هو من اين هو ألف
خلاص اللي ما عنده سؤال هيك بنكون انتهينا لليوم. يعطيك العافية أستاذة ملاك. ما يعافيك. شفت الطريقة هذه كانت جدا رائعة إن نعمل غرف ونتحدث. الحمد لله. شكرا لك اليوم. إذا في أي سؤال الآن يريد نرفع اليد. حنين تفضلي. لا سألت أستاذة شوقي وعدتنا إن شاء الله تعطينا الجزء. نزل اليد لو سمحتوا لما بتسألوا نزلوا اليد. أستاذ فتح الله يعطيك العافية. بدي أسأل بس شغلة سريعة. نصيحة يعني تنصحنا نصيحة مثلا شو شغلات اللي نرجع لها مثلا في النت أو الفيديوهات أو الشيء من نبلش يعني إذا بدنا نتكون بشكل أفضل. طبعا هلا أول إشي أنا لما غبت هذيك المرة بعت لكم فيديوهين جدا رائعين كبداية. هلا إحدى يعني ليش أنا ما ببعت كتير على الجروب من هاي الناحية بالضبط عشان هاي نقطتك يا فتح الله، لأني بعرف إنه تعلم اللغة في البداية ممكن يكون جدا يعني ممكن يضيعك من ناحية النت لأنه في معلومات مليانة وأحيانا المستويات ما بتكون مستواك لإلك فبتكرهك باللغة. فأنا هلأ بس بدي إياكم تخلصوا معي 20 حصة، بعدين أنا رح أضلي معاكم خطوة بخطوة، رح أبدأ أبعتلكم أشياء أنصحكم أشياء على حسب المستوى، وكل هالأشياء بيجي مع الوقت على حسب أنت إيش اهتمامك وإيش مستواك. تمام؟ يسلم يسلم أستاذ ملك. خلينا نذكرهم إنك رح أبعث لك الفورم وإنت تتواصلي مع مدرب مع المتدربين اللي معك، رح يسجلوا اسمهم باللغة العربية الثلاثي وباللغة الإنجليزية والمهنة والعمر والدولة، واللي بحب يرفع صورته بحب، ما بحب لأنه مكتوب رفع ملف لصورتك اختياري. الآن اللي ما بده يرفع طبعا صورته ما رح يرسل إلا برفع أي صورة، فبصور أي ورقة عادية وبرفعها كأنها صورة، رح نحط اسمه في اللوحة من تحت والأسماء اللي معاهم الصور من فوق إن شاء الله. كمان في سؤالين عن رأيك في الجمعية رح تعبر سطر سطرين قد ما بدك، ورأيك في المدرب تبعك تبع الإسباني تبع الفرنسي تبع كل مادة لحالها إن شاء الله. فمس ملك رح إن شاء الله تبعث لكم إياه في الجلسة الثانية، كونوا جاهزين إن شاء الله. بنعطيكم 5 دقائق تعبوا أثناء اللقاء أي معلومات أي إشي إن شاء الله بنتواصل معكم. مشان بدك اسمك كيف يظهر في الشهادة زي ما أنت كتبته، بعد ما نكتب ونصدر الشهادات ما رح نغير للأسف الشهادات لأنها يعني نتفق مع شركة التصميم ندفع لهم فلوس، ما بصيرش بعد ما نخلص تقول والله في غلط مثلا في اسمي أو لا مش هيك بدي اسمي يظهر، فأنت تختار كل إشي بدك إياه إن شاء الله. ماشي مس ملك رح أبعث لك إياه، وبعثي لي لو سمحتي كمان إيميلك عشان أخليك محرر على الفورم مشان أي معلومة إن شاء الله تدققيها أنت وتتأكدي من أسمائهم إنهم فعلا كانوا مشاركين معاكي ولا لا. طبعا طبعا أكيد إن شاء الله. أستاذة شكرا رح تنتهي الدورات ب7 الشهر إن شاء الله. يعطيكم العافية. الله يعافيكم، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا وانبسطتوا وأخذتوا معلومات، وزي ما حكينا طبعا هي دورة مبسطة بداية، وإنتوا بتقدروا الآن زي ما الآن الأستاذ فتح الله سأل تقدروا تحضروا يوتيوبات تتواصلوا مع مس ملك، هي مستعدة لأي سؤال حكيت لكم، وإن شاء الله كل التوفيق للجميع. يعطيك ملاك قبل ما نغادر. الله يعافيكم، يعطيك العافية مس ملاك، ويعطيكم العافية جميع المتدربين. الله يعافيك، شكرا لكم جميعا.